كنا تنشوفو وتقول لك ماما انت تشوفي واحد الوليد راه طاح عنده 5 سنين ديك الحفره، وبقينا متبعين معاهم. ملي جاو الناس المسؤولين وجاو تشوف تي في وكل شيء وقفوا الليل كامل حتى هما بلا ما نعستش لا انا لا ولادي، بقينا فايقين. وتا جيراني دخلوا وبقينا هكذاك كندعيو معاه وتنقولوا احسن عوال وليدي والدي او الله وليدي لا انا ما نكذبش عليك ندير راسي في بلاصتو او انا يمه. عندنا الاولاد وعندنا كل شيء، عندنا الاولاد وعندنا كل شيء، ما نقدروش نشوفوا هذيك الحاله ونجلسوا بلاش. القلب اللي ما عنده بيبيه كبده غادي يموت. علاش في اوروبا قطيط تيمشيو يجبدوه، داك اللي يجيب حاجه يجبدوه شي حاجه، علاش حنا لا؟ علاش ما يصيفطوش لنا شي حد؟ فين هما هاد المسؤولين؟ علاش هاد الوليد يبقى هكاك؟ لا ما لا نعمه لا والو. الوسيله ثقيله وليدي وما كاينينش الناس خاص المهندسين، وفين هما هاد الناس اللي يعني ذوي الخبره اللي خاصهم يكونوا؟ وملي ما عندكمش الخبره صيفطوا للناس لبرا وتواضعوا، لان احنا ما بقيناش قادرين نصبروا على ذاك الوليد. عاد فرحت ما نكذبش عليك، واخا هكاك ما يبردش قلبي حتى يطلع لعند ميمته وباه ونشوفه بخير وعلى خير. ما بقينا قادرين والله ما نعسنا، واليوم عاود وكذلك ومثال. ودابا عاود عاد باش عرفت باللي كلا، عاد باش كلا ملي عير ميها بعدا.